أفرز. إذا متابعين الكرام متابعين شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث مباشر أمطار خير في هذه اللحظات تتهاطى بعاصمة الرباط مدينة تمارا. الآن أجواء يعني رائعة جميلة، يعني أي واحد أي فلاح أي مواطن كيطلب هذا الشهادة اللهم سقنا غيثا في هذا أمطار الخير في هذه الجمعة، جمعة مباركة لجميع متابعين قناة شوف تي في جميع المغاربة داخل وخارج المغرب، جمعة مباركة وكما كنلاحظوا أمطار الخير. إذا كنتمناو أي واحد كيشارك معنا في هذا البث المباشر يحاول يقولنا واش حسنتم عندكم أمطار الخير أو لا، كيفاش دايرة الأجواء في المدينة ديالكم. هنا كنتواجدوا بمدينة تمارا بالضبط قرب من حي النهضة، قرب من المسجد الكبير ديال حي النهضة. المتابعين الكرام كما كنشوفوا عمال النظافة اللي حاليا خدامين في هذه الأمطار، تنتمناو له الخير يا ربي ويسالوا ألف تحية وتحية اللي تنشوفوا رجال النظافة في هذا الوقت للأمطار الخير وخدامين كي يحاولوا يعني باش يجمعوا المخلفات الأزبال في هذا الأمطار. يعني كما كنشوفوا المتابعين الكرام نقول لهم ألف تحية وتحية لجميع عامل النظافة، أي واحد يخدم حاليا بالأخص في هذه الأمطار اللي صعيبة الإنسان يعني مرض يقدر يكون يعني ما لابسش يضرب البرد، ولكن الحمد لله اللهم سقنا غيثا في هذه الأمطار الخير اللي تكون نافعة لنا إن شاء الله. كما كنعرفوا الغلاء المعيشي، الغلاء ديال الخضر، الغلاء ديال الدجاج ديال اللحوم، الغلاء ديال اي حاجه اللي كنشوفوا الغلاء يعني في كل شيء. مواطن بسيط، مواطن اللي غنقول تقهر، المواطن اللي عيا، المواطن اللي كيطلب يعني باش يكون نقص في الخضر وفي الفواكه وفي المواد التغذيه. ولكن تتمنوا بهذا الامطار الخير، هذه الامطار احنا متابعي الكرام امام قصبه تمارا، قصبة اللي تيتم الترميم ديالها. يعني غنرجعوا الموضوع ديال الغلاء الاسعار وكذا، الغلاء ديال المواد يعني الغذائيه. كنشوفوا هنا كنتواجدوا بالقصبة ديال تمارا اللي تيتم حاليا الترميم ديالها والاصلاح ديالها، وكذلك هنا فين كنتواجدوا هنا في هذا الشارع، الشارع اللي قرب من جامعة تمارا. كنتمنى اي واحد يتابعنا في هذا البث المباشر يحاول يشارك معنا، يحاول يشارك معنا في هذا البث يقول لنا اش من مدينه ديال على المباشر. متابعي الكرام متابعين شوف تي في، امطار الخير الان تتهطل بالمدينه. اذا كاين الشاف العرايش، تحية للناس العرايش. كنتمنوا اي واحد متابع الكرام متابعين شوف تي في احنا معكم في كومونتير، اي واحد يشرفنا بالمدينه ديالو واش كاين امطار خير ولا لا. انا كنتواجدوا بالضبط مدينه تمارا وفين هنا قرب من مدرسه الموحدين، فين امام يعني مسيره واحد. يلا متابع الكرام متابعين شوف تي في كنتمنوا الكومونتيرات ديالكم كيهمونا، يعني اي واحد اش من مدينه واش حسنتم عندكم شاء ولا لا. إذا المباشر متابعي الكرام متابعين شوف تي في كما كتشوفوا أمطار الخير، اللهم سقنا غيثا في هذه الأمطار واجعلنا نافعا إن شاء الله في هذه الجمعة المباركة. مشكور رئيس جماعة تمارا على المجهودات اللي كيقوم بها حاليا في المدينة، اللي قال لكم تسناو عامين وغتشوفوا الإنجازات فعلا. السيد والي مشكور، كل الشكر الجزيل اللي يعني دار واحد المجهود كبير وكبير. اذا انا متابعي الكرام غنحاولوا باش غنقسموا معكم البث المباشر. اسمعكم الله الذي لا تدير ودائعه، شوف واحد الحاله نحن الجماعه اش الواقع بالضبط.